القطاع الصحي يقع في قلب خطة التحول في المملكة 2030، ويتعني بفصل الجهة التشريعية في الخدمات الصحية عن تقديم الخدمة، وهو يدعى إلى مشاركة القطاع الخاص أكثر فأكثر في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى رفع الجودة في الخدمات ورفع الرضا عن المستقبلين الخدمة ومتلقين الخدمة. الذكاء الاصطناعي يوجد يعني في مجالات مختلفة، وفرصة تطبيقها أكبر فأكبر، وهو يعني من المجالات اللي احنا يعني ننظر لها نظرة جدية في التطبيق، وفي بايلوت ستاديز عليها في مناطق مختلفة. وجود الديجيتايزيشن، الحوكمة والذكاء الاصطناعي في الهيلث كير رح يغير وجه الهيلث كير في العالم، وهلأ عم بنشوف المنطقة هنا جدا متقبلة لهاي المواضيع. كتير بتفرق بالنسبة للشخص انه يعرف انه الذكاء الاصطناعي عم بيساعد في تحليل بياناته، عم بيساعد في التشخيص لإله، عم بيساعد في ريكومنديشن تبع التريتمنت او العلاج المناسب لإله. التكنولوجيا حاليا عم بلعب دور كتير مهم في قطاع الرعاية الصحية. نذكر أهمية الوقاية اللي عم نلاقي فيها تركيز كتير كبير، وحتى بالملتقى اليوم رح تلاقي إنه جزء كبير من الأجندة تبعتنا ومن البرنامج مركز على موضوع الرقمنة.